على ادعاء ان الكنيسة اعدمت جاليليو، لان المسيحيين الكفرة زي حالاتي ضد العلم. طبعا فكرة مختصرة، مين هو العالم جاليليو جاليلي اللي اتولد 15 فبراير ادي صورته سنة 1564، توفى 8 يناير 1642 عن عمر 78 سنة. هو عالم فلكي وفيلسوف وفيزياء إيطالي، ولد في بيزا في إيطاليا، وأبوه هو فيسينيزو جاليلي وأمه جوليا دي كوزمو أمانتي. وجاليليو ده نفسه كمان أنجب 3 أطفال من مارينا جامبا دون زواج، يعني الكنيسة لو كانت عايزة تعاقبه كانت عاقبته على حاجة زي كده، ولكن الكنيسة ما كلمتهوش في هذا الأمر تماما. ولد الأولانية هي فيرجينيا عام 1600 وماتت 1634، في سينزو عام 1606 ومات عام 1646، وليفيا اللي اتولدت عام 1601 وماتت 1649. كان جاليليو ماهر في الرياضيات وكان ماهر في الموسيقى، ولكنه علشان أسرته كانت رقيقة الحال، أبوه ما حبش يبعته في الأشغال العادية، أصر إن هو يعلمه، فأرسله لجامعة بيزا لدراسة الطب. وصل جاليليو وهو ما يزال طالب، ابتدى يعني ينبغ جدا وتبان الاكتشافات بتاعته. فأول مكتشفاته لما أثبت في حركة البندول إن حركة البندول ملهاش علاقة بينها وبين المسافة اللي بيقطعها أثناء التحرك بتاعه، هتفضل ثابتة حركة البندول سواء طالت المسافة أو قصرت. اهتم بدراسة الهندسة وكانت محببة ليه أكتر بالإضافة للطب، وحتى بسبب إنه هو النبوغ الشديد فيها بدأ يدرس للطلبة بعد 3 سنوات فقط من التحاقه بالجامعة سنة 1589. كانوا ساعتها كان في نظرية سائدة، وكانت نظرية بتقولها حتى الكنيسة والناس العلماء المسيحيين، هي انه لو القى جسمين من ارتفاع واحد بس جسمين مختلفين الوزن من نفس المادة، الاكبر او الاثقل وزنا هيوصل للارض الاول. يعني لو رميت طوبتين، قالب طوب كبير ونص قالب او قطعة صغيرة من طوب من ارتفاع واحد، الكبير الاثقل هيقع الاول. طبعا ده كان خطأ، جاليليو اثبت بالنظرية الرياضية خطأ الاعتقاد ده. وبعد كده اعتلى برج بيزا والقى بجسمين مختلفين الوزن فاصطدموا بالارض مع بعض في نفس اللحظة. محدش اعترض على كلام جاليليو، والعلماء حتى في الفترة دي كانوا معظمهم مسيحيين، محدش هاجمه ولا اعترض عليه ولا الكلام من ده خالص. ايضا جاليليو يوضح اخطاء نظريات رياضية كتيرة، والناس كانت بتشجعه وبتأيده، والكنيسة كانت ايضا بتؤيده في هذا الامر. انتقل جاليليو بعد كده الى مدينة بادوفا بجمهورية البندقية، وفي جامعتها بدأ يلقي محاضرات في الرياضيات. كان في الوقت ده ابتدى يبقى مشهور جدا وابتدت ابحاثه تبقى معروفة، وساعتها اخترع اول ترمومتر كان يمكن مش دقيق قوي، وكان بيمشي بطريقة معروفة اسمها الطريقة التجريبية، يعني الأبحاث بتاعته بيثبتها بالتجربة Applied Physics أو Experimental Physics. بحث في حركة النسبية وفي قوانين سقوط الأجسام وحركة الجسم في المستوى المائل والحركة عند رمي شيء في زاوية من الأفق، واستخدم البندول في قياس الزمن، أبحاث رائعة وكثيرة جدا، وكل كان بيشجعه في هذا الزمان على هذه الأبحاث. كويس، كان بيفكر طويل ازاي كمان يستخدم الحركة البندولية عشان يخترع ساعة تقيس الزمن، وقام بتعد التجارب باستخدام برج بيزا المائل عشان يشكل له عامل مائل يقدر يخليه يختبر السرعات زي سرعة الانزلاق وكرات من مواد مختلفة وغيرها، واضطر يعين سرعات زي سرعة الكرة المنحدرة، وتوصل الى الفرق ما بين التسريع والسرعة اللي هو حاليا العجلة والسرعة، ووضح ان السرعة والعجلة بصيغة رياضية والفرق بينهم، وده كان اول مرة. وبدأ يدرس بالفيزياء والطبيعة تجري طبقا لقوانين يمكن صياغتها رياضيا، وكتب في كتابه المسمى ساجياتوري عام 1623 هذا الكلام. في سنة 1609 كان جاليليو اخترع منظار، هو المنظار كان مخترع من قبله ولكن اللي هو عمله كان اكثر دقة،
من عدستين في طرفي أنبوبة رصاص كان أكتر بكتير من اللي عمله لبريشي قبله. بعد كده جاليليو ابتدى ينكب علشان يحسن المنظار بتاعه ويحسن صناعته، وابتدى يبيع وينتج ويكسب من هذا الأمر أيضا، وبدأ يبيع مناظير لمختلف بلاد أوروبا، وكان لنجاحه صدى في جمهورية البندقية. والفترة دي تاني كانوا معجبين جدا جدا بيه الأفراد والكنيسة والعلماء المسيحيين بكل ما يفعله هذا الباحث والعالم الرائع. ما عندهمش كانوا مشكلة، وحتى أثبت حاجات كتيرة نظريات خطأ قبل كده، ما عندهمش كان خالص مشكلة في هذا الأمر، بل العكس هو الصحيح، كان بيتشجع، كانوا بيسيبوه يستخدم برج بيزا المائل براحته في أبحاثه دي كلها، كانوا بيساعدوه لغاية ما جه الموضوع كله عند نقطة محددة. في تلك الأيام كان كل فرد بيعتقد أن الأرض مركز الكون، ده كان الاعتقاد السائد، وأن الشمس وغيرها من الكواكب بتدور حوالين الأرض، وكان الطريق بيعتبره مجرة الطريق اللبني يعتبر حزمة من الضوء في السماء، وأن القمر مسطح الشكل. ده اللي كان سائد عندهم في هذا الزمان. طبعا الأرض عارفين أن هي كروية، من ضمن الكذب اللي طلعوه لنا الملحدين، ان قالوا بالمسيحيين كانوا بيقولوا ان الارض مسطحه، ده كذب. المسيحيين عمرهم من ساعه ما قال اشعياء هذا الكلام وهم عارفين ان الارض كرويه، ومكتوبه في الكتاب المقدس من القرن الثامن قبل الميلاد. فكانوا بيقولوا ان الارض كرويه، وده كل شيء بيدور حواليها، الشمس والكواكب والقمر، والقمر الكروي ايضا لكنه املس، ما عندهوش تضاريس، لكن هو باستخدام العدسات اللي بيستخدمها والمناظير بتاعته ابتدى يشوف على سطح القمر مرتفعات، فعليه تضاريس، مش مسطح بل كروي، والشمس بتنتقل على محورها، وكوكب المشتري ليه أقمار، ورأى إن الطريق اللبني ليس مجرد سحابة من ضوء، إنما هو يتكون من عدد هائل من النجوم المنفصلة اللي موجودة في هذه المجرة. اكتشافاته دي كلها كانت رائعة جدا أيضا، ما عندهاش اختلاف. الاختلاف الوحيد، فبكرر مرة تانية حتى هذه النقطة، الكنيسة والأفراد المختلفين والهيئات العلمية اللي كانت مسيحية فقط في هذا الزمان كانت بتشجع جاليليو وغيره من العلماء، ما كانش فيه إشكالية خالص. سنة 1616 ومحاكمته الأولانية، الكلام ده بحسب موسوعات كتيرة جدا زي المؤرخ جايكوب برونسكي وغيره، وحقدم لكم في جزء المراجع كمية ضخمة من المراجع اللي حب يرجعها ويتأكد من هذا الكلام. خلال عصر النهضة ظهر عالم فلك اسمه نيكولاس كوبرونيكوس، واللي كان راهب وقد صاغ نظرية مركزية الشمس. بصوا، في واحد معانا على التكست ضيف، لكن للأسف زي وزي بقية الناس اللي ضحك عليهم وقالوا لهم الكنيسة أعدمت جاليليو عشان الكنيسة ضد العلم، فكرر لكم الكلام ده على التكست. هنيجي للقصة دي تفصيلا. نيكولاوس أو نيكولا كوبرنيكوس، وده كان راهب كاثوليكي وصاغ نظرية مركزية الشمس، أن المجموعة الشمسية المركز بتاعها الشمس مش الأرض، وأن الأرض عبارة عن كوكب بيدور في فلك، بيدور في محور حوالين الشمس. الكلام ده قاله كوبرنيكوس في سنة 1543، لكن كوبرنيكوس بعد ما قال الكلام ده توفى مباشرة بفترة صغيرة. كويس، قال الكلام ده امتى؟ 1543، يعني قبل أبحاث جاليليو بتقريبا 60-70 سنة. جاليليو تأكد من أبحاث هذا الراهب الكاثوليكي، كويس، وتأكد ان الكلام اللي قاله نيكولاوس او نيكولا ده كلام صحيح، ان بالفعل مش الأرض هي المركز، دي الشمس هي المركز، الشمس هي مركز المجموعة الشمسية. وكتب كتاب اتكلم فيه عن ملاحظاته ونظريته اللي بتقول ان الأرض مش هي المركز، ولكن الأرض دي كوكب صغير بيدور حوالين الشمس من ضمن كواكب المجموعة الشمسية، ويقدم أدلة تبع نظرية كوبرنيكوس على هذا الأمر، ويصرح بها علنيا في الكتاب بتاعه. كوبرنيكوس كان ليه أعداء
وكانوا بيخالفوا كلامه وكانوا بيرفضوا هذا الأمر تماما. من الناس الداعيين لنموذج الأرض ويدعوا أن الأرض هي مركز الكون. فاشتكوا جاليليو أن هو بيأيد كلام كوبرنيكوس، وبخاصة كمان الناس اللي كانوا بيغيروا من جاليليو كانوا بينهم وبينه خلافات شخصية، اشتكوه إلى سلطة الكنيسة الكاثوليكية وقالوا إن كلام جاليليو يتعارض مع الكتاب المقدس. طبعا كلام جاليليو ملهوش دعوة بالكتاب المقدس، ده بيتكلم على حاجات علمية، رغم إن فكرة مركزية الشمس كانت ظهرت أولا على يد الراهب اللي قلت لحضراتكم عليه اللي هو نيكولا. وحتى لما ظهرت في الوقت الأولاني الكنيسة الكاثوليكية ما اعترضتش عليها، الكنيسة الكاثوليكية استقبلتها بالحفاوة، والبلاط بتاع بابا بولس الثالث في وقت نيكولا سنة 1543 تقبل هذا الأمر تماما. فالكنيسة الكاثوليكية ما كانتش ضد هذا الأمر، لكن الشكاوى الكتيرة اللي راحت للفاتيكان ضد جاليليو حبوا يفهموا ايه المشكلة وليه شكاوى كتيرة بتيجي بتقول ان هو ضد الكتاب المقدس. فطلبوا من جاليليو سنة 1616 يجي يرد على هذا الأمر ويجي يقدم دفاعه. هو ليه بيشتكوا الناس دول وايه القصة بالظبط؟ راح جاليليو لروما ودافع عن نفسه، والأمر وصل لغاية البابا، البابا اللي هو أوربان في هذا الوقت، بعد مناقشات مع الكنيسة مع القادة والبابا نفسه أوربان الثامن. أبدأ إعجابه بكلامه بكلام جاليليو العلمي ودعم نظرية جاليليو. وفي وقتها جاليليو محدش كلمه بحاجة، وفي وقتها اعتقد جاليليو ان هو خلاص محدش هيوجه له لوم ولا حد هيقدر يقف قدامه من الاعداء دول الغيرانين منه ولا الحاجة دي كلها. وكان حتى قدم الحجج بتاعته في شكل حوار، ولما انتهى الامر بتأييد البابا لي زي ما انتهى الامر ايضا بتأييد البابا لنيكولا قبلها بستين سنة، خلاص الامر انتهى. لكن قالوا لجاليليو ما يتكلمش عن الخلافات دي بكثرة، وبخاصة انه ما يربطوش الموضوع ده بالكتاب المقدس. كويس، يعني النظريات العلمية اللي بتقولوها كلكم حلو جدا وتختلفوا ما بينكم وكل واحد بيقدم براهينه العلمية رائع، ما تدخلوش في الخلافات دي من ناحية الدينية. وحتى الآن ده كلام كويس جدا. استمر الهدوء واستمر جاليليو في أبحاثه بحرية لمدة 16 سنة بعد الكلام اللي قاله وبعد تأييد البابا والأراخنة والكنيسة لي. لكنه بعد كده ب16 سنة كتب كتاب تاني سنة 1632 نفس الأفكار العلمية ما فيهاش مشكلة، ولكن إشكالية إن هو أضاف أنها لا تتعارض في شيء مع الكتاب المقدس. فلما تطرق في كلامه للكتاب المقدس اشتكوه وقالوا ده هو تطرق في كلامه للكتاب المقدس، واشتكوه للجنة الجديدة والمحكمة الجديدة اللي كانت موجودة في هذا الوقت. واللجنة طلبت منه علنية ان هو يقر ان الارض لا تتحرك على الاطلاق وانها ثابتة وانها هي المركز. جاليليو ما اهتمش بالهجوم عليه ولا البابا أوربان في هذا الوقت، لان الموضوع بالنسبة له كان خلاص خلص. لكن بسبب الضغوط الشديدة اللي توجهت للكنيسة في الفاتيكان للبابا وللكاردينالات اللي معاه، وكان الفترة دي كانت فترة سياسية صعبة ضد الكنيسة، سمحوا بمحاكمة لجاليليو. بدأت المحاكمة سنة 1632، والبابا نفسه قال لجاليليو فقط قدم أدلتك اللي انت بتقولها واعترض على ادعاء ثبات الأرض، ولكن ما تغضبش المحكمة، ما تدخلش برضو في الناحية الدينية، قدم أدلتك العلمية واكتفي بهذا القدر. لكن الموضوع تطرق وكان فيه شد وجذب كتير قوي في المحاكمة. فالمحكمة سنة 1633 اتهمت جاليليو بالاشتباه بالهرطقة واتحكم عليه بالسجن. ولكن في اليوم التالي مباشرة بسبب تدخل الكنيسة الفاتيكان وبسبب تدخل البابا والكاردينالات اللي معاه خففوا الحكم من السجن إلى الإقامة الجبرية في بيته. الحكم أبدا
أبدا ولم يأت في فكر أحد في كنيسة إعدامه على الإطلاق، واللي عنده دليل يقدمه. دافع جاليليو عن نظرية مركز الشمس وقال إنها لا تتعارض مع النصوص الدينية. فالخلاف المرة دي مش خلاف علمي، كلامه العلمي عن إن الأرض كوكب صغير بيدور حوالين الشمس كان أعلنه من زمان في كتاباته من 16 سنة، ما عندهوش مشكلة، وكان أعلن قبل جاليليو حتى ب 60 سنة. لكن إشكالية إن هو نقاش إن جاليليو عايز يقول الكلام ده يتفق مع الكتاب المقدس، والناس اللي موجودين في زمانه بيقولوا لا الكلام ده ضد الكتاب المقدس، يبقى هرطقة. يعني الإشكالية هو دخلوا الكتاب المقدس أو النقاش الديني في هذا الأمر. فلما اتحكم عليه إن هو يقيم في بيته، اعتكف جاليليو في بيته وأمضى بقية حياته في أبحاثه، ولكن الكنيسة كانت تسمح أن يستقبل زواره بحرية في بيته، سواء من تلامذته أو من أصدقائه أو أي زوار اللي بيحب يزوروه. وكان الحاجات اللي بيحتاجها لأبحاثه كانت بتتمد إليه، واهتم بعمله بدراسة حركة أقمار المشترى واتخذها كأدلة لقياس الزمن من أجل حل مشكلة خطوط الطول. منجحش قوي في تفسيرها، ولكن كان متفرغ للأبحاث زيادة في الوقت ده. وكمان اخترع ميكروسكوب من التلسكوب بتاعه وحوله يبقى ميكروسكوب، وكان بيراقب الأشياء بالمجهر. وبعدها كتب جاليليو كتابان بعد الحكم عليه بعنوان علمان جديدان، فيهم كتب على الكايناميتيكا وهي علم حركة الغازات وعن صلابة المادة، والكلام ده اللي مدحه ألبرت أينشتاين كتير قوي. وتسمى جاليليو في وقتها وحتى الآن باسم أبو العلم الحديث. من كبر سنه أصابه العمى سنة 1638 بعد كتابه الأخير بسبب تقدم سنه، وكان بيعاني من فتق مؤلم وأرق، فكان بيتسمح له بالسفر كتير لفلورنس عشان يتعالج هناك في فلورنس، وكان بيسمح له كمان بسفر لفترات نقاهة وأجازات، ولكن الإقامة الأساسية كانت في بيته لغاية ما توفى في فيلته، يعني اللي كان مقيم فيها لغاية ما توفى في 8 يناير 1642 ميلادي بعد ما أصيب بحمى. الحمى دي أدت إلى توقف القلب، واتدفن في فلورنسا بجوار كنيسة نوفي سيس، وبعد كده دي في نهاية الباسكال، ولكن أعيد دفنه مرة تانية في سنة 1737 في الباسكال نفسها إكراما لمكانته. لكن أخذوا 3 أصابع وضرس، عرضوا أحد هذه الأصابع في المتحف اللي اتعمل على اسم جاليليو من هذا الزمان في فلورنس إيطاليا. كويس، فجاليليو لم تعدمه الكنيسة، ده ادعاء كاذب حديث، لا يوجد دليل واحد على كذب ادعاء أن جاليليو تم إعدامه، بل حتى المحاكمة كان الأول أنصفته الكنيسة، ولكن الجزء الثاني لما تدخل في ناحية دينية الكنيسة والبابا كانوا بيأيدوه، ولكن المحكمة هي اللي أصدرت عليها هذا الحكم، وتدخلت الكنيسة لتخفيف الحكم. أدت محاكمة جاليليو جاليلي أمام محكمة الفاتيكان إلى مناقشة طويلة قوي عبر التاريخ، وكتبوا عنها مختلف الكتب وخاصة الملحدين. استغلوا خطأ محاكمته الثاني بشدة ليهاجموا المسيحيين بأي شكل، علشان يقولوا المسيحيين ضد العلم والكنيسة ضد العلم، رغم ان ده غير صحيح، ده معظم ان لم يكن تقريبا كل العلوم الحديثة مصدرها مسيحيين. واستغلوا الموقف كتير قوي عشان يمنعوا الكنيسة الكاثوليكية ان هي ترد على التطور الإلحادية الحقيقية، علشان ما تتهمش الكنيسة الكاثوليكية أنها ضد العلم، وللأسف نجحوا في ذلك كتير جدا. فكانت كل ما تظهر بادرة أو محاولة من الكنيسة الكاثوليكية عشان ترد على علوم التطور الكاذبة، يظهر مباشرة مجازين الكارت الأحمر بتاع جاليليو، الكارت الأحمر المكتوب عليه جاليليو، فتضطر الكنيسة تسكت ويطلعوا أخطاء التطور ويمرروها، وتفضل تتمادى هذه النظريات الإلحادية. لكن الكنيسة طول عمرها ردت كرامة جاليليو كتير قوي. سنة 1718 أكدت الكنيسة على طباعة كتب جاليليو، ما عندهاش مشكلة في طباعة كتبه. سنة 1741 صدر تصريح من البابا بنديكت الرابع عشر بطباعة كل كتب جاليليو. في عهد البابا بيوس السابع عام
1822 أكد على تصريح طباعة الكتب على نظام الشمس لكوبرنيكوس معاه كمان، وقالوا إن ده الواقع الطبيعي. سنة 1979 فوض البابا يوهانس باولو الثاني الأكاديمية العلمية البابوية لقيامة بمراجعة وتحليل قصة محاكمة جاليليو، وقدمت الكنيسة اعتذار في سنة 1983. وفي 31 أكتوبر 1992 قدمت الهيئة العلمية بتقريرها إلى البابا يوهانس باولو الثاني اللي قام على أساسه بإلقاء الخطبة اللي بيتكرر نشرها مختصرة كما لو كانت كنيسة الفاتيكان بتعتذر لجاليليو، رغم ان المحاكمه دي كانوا مش بس اعتذار، هم ما كانش في حاجه خطا للدرجه دي، ولكن اعتذار على ان هم جعلوه يقيم في بيته اقامه جبريه نفعته في العلم. لكن هي كانت الخطبه دي لازاله سوء التفاهم، اخذوها الملحدين وقالوا ده اعتراف. قرر الفاتيكان في 2 نوفمبر 1992 اعاده لجاليليو كرامته وبراءته الرسميه اللي قالوها من زمان مره تانية، وعملوا له تمثال. في نوفمبر 2008 أكد الفاتيكان مرة أخرى تراجعهم من جديد عن الحكم، زي ما قالوا 100 مرة الحكم ده كان خطأ ومن مجموعة فردية سنة ألف اللي هو الحكم بتاع 1632، ووضحوا بأدلة البابا لم يمضي على هذا الحكم بل رفضه، البابا أوربان الثامن من الفاتيكان. فلم يكن البابا ولا الكاردينالات أصلا مؤيدين للحكم ده، لكن كان قرار محكمة. فلذلك البابا ولا الكنيسة حتى يدانوا في هذا الأمر، فخطأ قلة من الأفراد من أفراد المحكمة ده لا يدين لا الإيمان ولا الكنيسة ولا البابا حتى في الزمان ده البابا أوربان، ولا يدين أي حد إلا اللي أخطأ في هذا الأمر اللي كانوا ضد جاليليو لأسباب شخصية، دول بس اللي يدانوا. لكن ما يفضلش حتى الآن يفضل كل مرة يقولك أيوة جاليليو دليل إن الكنيسة ضد العلم. ليه؟ مين قال ان الكنيسة كانت ضد العلم؟ جبوني دليل على هذا الامر عشان تعملوه تايتل عام كده ويفضل كل نقاش يقولك الكنيسة ضد العلم. اللي يقول الكلام ده مدلس. فظهر في الفترة الاخرانية بعد العيد المئوي لداروين بعد 1959 الكاذبين اللي يحاولوا يمرروا كد ضد المسيحية، منها ادعاء ان احنا ادعينا قلنا الارض مسطحة، وادعاء ان الكنيسة اعدمت جاليليو وغيرها، علشان بس يقولوا المسيحيين ضد العلم يبقى اللي يؤمن بإله ده ضد العلم، واللي ما يؤمنش بإله هو ده المثقف المنور المتعلم المتفتح. هو ده كان الهدف، لكن ده غير صحيح. العلوم الحديثة معظمها أسسها علماء مسيحيين، وحاجلكم في مرة من المرات بالاسم أذكرهم لكم. فالكلام ده ليس له أي أصل من الصحة. عمر ما كانت الكنيسة ضد العلم. محاكمات القرون الوسطى دي كانت محاكمات فيها خلافات مرة سياسية ومرة خلافات شخصية، لكن عمرها ما كانت عشان تقف ضد العلم، بل بالعكس. اللي يقول إن جاليليو أعدم يقدم دليل تاريخي. ده احنا عندنا أدلة عكسية ضخمة. حكم المحكمة أصلا اللي طلع فيه الحكم بحبسه بعد كده اتغير للإقامة في بيته موجود، ازاي ادعى ان هو أعدم؟ ونصه اللي في متحف جاليليو حاليا موجود في إيطاليا، النسخ الأصلية اللي اتكتبت بخط إيده وماضي عليها بنفسه اللي كتبها بعد الفترة دي أثناء إقامته في البيت موجودة لغاية ما اتعامى سنة 1638، والكتابات اللي كتبها من بعد المحكمة 1632 لغاية 1638 الكتابات دي موجودة ويحتفظ بها المتحف بتاعه. ازاي يكون كتب كتاب لعلم جديد بعد ما أعدم بخمس سنين؟ ما تتكلموا بعقل يا أخي وملحدين اللي بتهاجمونا في الحاجات دي. هيكتب كتاب بعد ما أعدم بخمس سنين؟ ايضا خطابات البابا عن اقامه جاليليو في فيلته، ايضا كلام البابا معاه لان البابا كان صديق ليه، حتى سجل رحلاته وعلاجه في المستشفى في فلورنس والشهاده بتاعه المستشفى بتاعه وفاته، كل ده موجود ومتسجل في المتحف بتاعه. ازاي بعضهم يطلع يقول بعد كل ده يطلع يقول
الكنيسة أعدمت جاليليو عشان هي ضد العلم. إزاي؟ عشان تأكيدا للكلام اللي أنا بقوله لكم هديكم هعرض لكم صور بعض المخطوطات اللي بخط إيده اللي كتبها بإيده بعد المحاكمة. أولهم دي مش مخطوطة باليد ولكن دي صورة الكتاب اللي طلعه بعد محاكمته بأربع سنين. إزاي يكتب كتاب بعد ما يتحاكم بأربع سنين وبعد ما يعدم بأربع سنين؟ هذه صورة مخطوطة كتبها بإيده سنة 1633 في 17 ديسمبر 1633 يعني بعد سنة بعد ما مات. هذه الورقة دي يا جماعة كتبها وهو في العالم الآخر بعد ما كانت الكنيسة أعدمته 1632 كتب هذا الجواب وماضي عليه. مش ده إعجاز؟ جواب تاني في جون 1633 برضو ده كتبه بعد ما أعدم. مش ده إعجاز؟ جواب كتبه لصديقه 12 مايو 1635 أهو من ثلاث صفحات، آسف من صفحتين، وآدي اللي عايز كمان يقرأ ترجمته أهي وماضي عليها بخط إيده أهي. أعتقد كل ده يعني يقطع الادعاء أن الكنيسة أعدمت جاليليو. فكما قلت ده خطأ من البعض من أعدائه الشخصيين في المحاكمة، لا يدين البابا ولا الكاردينالات حتى اللي كانوا معاه ولا الكنيسة كاثوليكية ولا الإيمان المسيحي ولا محبة المسيحيين للعلم على الإطلاق. اللي يدعي هذا الأمر هو إنسان مدلس عايز بس يفشل في مواجهتنا علم للعلم فيدعي إن إحنا ضد العلم. بما معناه خليكم يا مسيحيين أنتوا في جهلكم وسيبوا العلم للملحدين عشان هم كذابين ويستتروا بالهالة العلمية اللي يدعوها رغم إن هم ما يقولونه ليس علم ولكن هو إيمان إلحادي عقيدة إلحادية. كويس، ده اللي حبيت أقوله في موضوع جاليليو باختصار شديد. كمية وضعها مراجع يعني طبعا الويكيبيديا ودائرة المعارف الكاثوليكية ومعارف البريطانية وقائمة المراجع اللي قدمتها الويكيبيديا 160 مرجع أهم قدام حضراتكم لقصة جاليليو تأكيدا لهذا الأمر. فاللي يشكك بعد الكلام ده كله يرجع مرة تانية يدعي ويقول أنه الكنيسة أعدمت جاليليو، طب قدم دليل. بلاش كده، قدم دليل على هذا الأمر. ربنا يبارك حضراتكم.